السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله اخواني الكرام، معاكم اخوكم عيسى من قناة عيسى اند ادفنتشرز، جهاز ماين لاب مانتيكور. عندنا الملف لقياس 8 انش والملف لقياس اللي هو ال 11 انش، هذا اللي يك ستاندرد مع الجهاز. الملف الثاني تطلبه لحاله. طيب جهاز ماين لاب مانتيكور، شو رايك يا اخوي عيسى بالجهاز؟ تقييمك له، عطنا خلاصة الكلام، هل هذا الجهاز تنصحني اني اقتنيه او لا؟ شوف اخواني الكرام، الجهاز من الاخر الاداء اللي فيه جبار حقيقة. الجهاز يصل الى عمق انا اللي شفته منه، أن يوصل لعمق ما وصل له جهاز اللي هو المايلاب لكوينكس اللي كنت أستخدمه بالسابق لمدة 5 سنوات. هذا الجهاز يا جماعة الخير، خف الحساسية، الجهاز هذا ممتاز. التحديث اللي صار عليه هو أول تحديث بالنسبة لي أنا ما وصل إلى الكمال. شو اللي سويته؟ تواصلت مع شركة مايلاب وأرسلت لهم كل النقاط او كل الملاحظات الخاصة بهذا الجهاز. قلت للشركة تضيف امور كثيرة تحسن من اداء الجهاز، السنسيتيفيتي اللي فيه جدا عالي اخواني الكرام، مع الملف الكبير هذا ال 11 انش ما راح تقدر ترفع مستوى الحساسية لانه يا راح ياخذ حيز كبير من الارض، ولكن الملف هذا الاصغر راح ياخذ حيز اصغر، فبالتالي راح يتأثر بتأثير أقل من تمعدن الأرض، ولكن ما زال الجهاز غير متزن بطريقة غير متزن بالشكل اللي أنا أطمح له. بصراحة أنا أطمح أني أوصل لمستوى الحساسية إلى أعلى حد، المستوى الأخير اللي هو 35. ليش ما أوصل أنا لل 32 أو 33 أو حتى لل 30؟ شايفين الجهاز؟ فالقوة اللي فيه جبارة، ولكن المشكلة انك ما تقدر تستخدم هذه القوة، وكأنك انت شاري سيارة المكينة اللي فيها 8 سلندر ولكن الجير من 3 أو 4 سرعات، ما يتحمل الأداء الجبار اللي يطلع من هذه المكينة. فأنا أتمنى أن يكون هناك في تحديث يحتوي هذه الأمور، تركز الشركة على موضوع القدرة اللي طالعة من الجهاز. الجهاز جبار ولكن ما زال يحتاج إلى تحديث يجعله أكثر اتزانا. دقة الجهاز، الدقة خرافية بصراحة، الدقة لا يعلى عليها، يعني الجهاز ما يترك لا شاردة ولا واردة، أي حاجة وين ما كانت على الشاطئ في أي مكان على مساحة متر راح يلتقط كل معدن موجود في أي مساحة على الأرض. الجهاز الدقة فيه جدا عالية ولكن يحتاج إلى تحديثات كي يكون أكثر اتزانا، بالذات مثل ما أنتم شايفين في المناطق الجبلية. المناطق الجبلية إخواني الكرام المعدنية فيها أو التمعدن اللي فيها جدا عالي، الصخور متأكسدة تختلف من منطقة إلى أخرى، فبالتالي إذا أنا بشتغل على حساسية ما تتجاوز ال 15 أو ال 16 فما راح أحقق أي عمق، ما راح أقدر أوصل للعمق اللي أنا أتمناه لجل أتوصل إلى الكنوز والدفاين. ولكن لما أقدر أرفع مستوى الحساسية، خلونا نقول على سبيل المثال إلى 25 و26 و27، فبالتالي أنا راح أكسب عمق إضافي، راح أقدر أوصل للأهداف وللكنوز اللي مدفونة بعمق كبير، خلونا نقول نص متر أقل حاجة. ولكن هذه الصخور تعد مشكلة حقيقة تواجه أغلب صناع أجهزة كشف المعادن، وأتمنى أن ماين لاب تقدر تتغلب على هذه المشكلة في القريب العاجل. ما في حاجة حقيقة خلتني أنا أضايج من الجهاز إلا موضوع أني ما أقدر أرفع الحساسية للمستوى المطلوب، وبالتالي أنا ما راح أوصل للعمق اللي أريده. أنا وصلت للنص متر وأطمح لي أوصل للمتر عند استخدامي للجهاز. الملف قياس 11 إنش أنا ما راح أستخدمه،
راح أظلني أستخدم الملف اللي هو بقياس 8 إنش، لأني أنا أفضل الملفات صغيرة الحجم، أقدر أناور فيها وأدخل فيها أماكن كثيرة من الصعب أن هذا الملف يقدر يوصلها، خصوصا بين الفراغات الموجودة بين الصخور عند البحث في المناطق الجبلية. كانت هاي معلومة بسيطة أخواني الكرام، أي سؤال أي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات، راح أفيدكم إن شاء الله، وراح يكون في تجارب كثيرة لنا مع جهاز ماينلاب منتيكور. ودمتم في رعاية الله وحفظه.